طبعا على طاري وقف سدن وجمعيه تحفيظ القران، هم عندهم متجر الكتروني، هذا المتجر الالكتروني سهل على الناس جميعا وتوهم مطلقينه قريب، سهل على الناس كلها انهم يدخلون على الموقع الالكتروني، تلقون حتى يطلع باركود احيانا على الشاشه، او حتى لو تبحثون عن حساب الجمعيه في تويتر تلقون رابط المتجر بكل سهوله، تدخلون على المتجر الالكتروني تستطيعون انكم تشترون اي سهم من الاسهم الموجوده اللي من خلالها تستطيعون انكم تساهمون في وقف سدن القران الكريم، واللي تعرفون اصلا ان وقف سدن القران الكريم طبعا يشرف عليها الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم بالمدينه المنوره، وهذا الوقف يدر بعوائده الماليه لحفظه كتاب الله عز وجل في المدينه المنوره داخل حدود الحرم، يعلمهم وما في اجمل منها الاجر ولا اجمل من حتى السعاده، بما موضوعنا اليوم سعاده، ما في اجمل منها السعاده انك لما تساهم في وقف السدنه وهي تبقى لك ان شاء الله صدقه جاريه حتى